السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أقدر أقول محاضرتنا بقد ما هو فيديو تعليمي لهذا اليوم. نلاحظ إحنا خلال يعني استخدامنا البيانات المناخية، أيا كانت البيانات المناخية، نلاحظ إنها ساني محاضرتنا لهذا اليوم هي كيفية الاستفادة من برنامج الأكسل فرز البيانات. ممكن هاي أنا ما أقول إنه احتراف بالموضوع، لكن هسه نلاحظ إحنا عندنا هاي البيانات data. مثلا لاي كان عنصر مناخي معين، لو انا مثلا احتاجيت افرز سنه مثلا احتاجيت الماء اسوي الماكس تمبرتشر المينيمم، لان كان مثلا منطنياهن كلهن سويه، هنا مثلا احتاج انا اسوي لهذه السنوات الماكس تمبرتشر المينيمم تمبرتشر وهكذا الى انه اوصل للاخير. فشنو اسوي اول خطوه حتى استفاد من هاي الخاصيه، مكان ما ابقى انه انزل وابحث واسلك هناي الخيار ولا ان اوصل واتاكد وممكن اخطا، هاي الفقره كلش لازم انتبه لها. فشنو اسوي؟ اهم خيار اروح اسوي اروح على الديتا من هنا اسلكها، بعد ما سلكتها اروح على هوم، بعد ذلك اروح على سورت اند فلتر، اختار فلتر، دا يطلع عندي الخيار هالشكل. اروح على الديتا من هناي، نلاحظ هنا طاق السنوات اللي انت يا سنه تريدها هسه حاليا، لو ما تريد تختار هاي السنوات مثلا تختار سنه فتلغي السلكت ال. بعد ذلك طبعا هذا يفيدك يعني مثلا ترتيبك، تحتاج ترتب حتى مثلا تفحص ريلايبلتي للبيانات المناخيه غيرها، فتحتاج ترتب لهم جداول حتى تطلع لهم افريج للسنوات البقيه. فلاحظ هسه مثلا دا اعطي اني 1982، سلك لك اياها 1982 تقول له اوكي، هنا انطاك الالف فقط ال 1982. فتقدر تختار يا عنصر مناخي تريده انت، تختار هذا العنصر المناخي، لا تسلك وتنزل، ايضا راح يكون الامر عليك ممكن طويل، تختار من هذا الخيار من هذا تسلك عندك هذا العنصر المناخي، تنطي كوبي وتفتح شيت جديد من هنا. اكيد نعرف احنا شلون نضغط هذا الخيار، نفتح شيت اذا عند مثلا انت ما مسوي شيتات، هنا مسويتهم شيتات، فتختار الشيت وتسميه هنا، تقول له رينيم، تقدر تسمي الشيت الخاص بيك. تمام عيني؟ فهسه هنا هذا الشيت خلي نمسحه لان عم نسوي الشيتات. اوكي هسه نرجع، هسه بعد ما اختاريته اقدر هنا انطيه مباشره، يعني رئيسا مباشره اقدر هنا انطيه، يعني سلكته من هنا الخيار اللي هو كوبي، بعدين اجي ماكس احط هناي مال هاي 1982. تمام، اروح ايضا اختار مثلا خيار المينيمم تمبرتشر، ايضا اختاريته وانطي للمينيمم واضغط هنا اعلى شيء او انزله وهكذا للبقيه. هاي الامور راح تسهل عليك كلش هواي بترتيبك للبيانات المناخيه. فحبيت انه هذا الشيء صراحه تعلمته لان كنت اسلك واختار، فيحتاج وقت وجهد كلش عالي وتركيز. فهاي اللي هي الطريقه حاولت انه انزل هاي الفيديو لان شفت استفاديت كلش هواي من هاي الخاصيه الموجوده بالاكسل اللي هي سورت اند فلتر، وكذلك ما اسلك نزولا وانما من هذا الخيار. اتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو يفيدكم، خاصه جماعه الووتر ريسورس او ممكن يعني بموضوع اذا عندك اي بيانات مجمعة من أخذتها من أقساط جوية أو من أقمار صناعية وتريد تفرزها. ألتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.